تحية مجددة لكم مشاهدينا الافاضل نعود نرحب بكم في ثاني فقرة من فقرات الانس ديلي فقرة موضوع العدد اللي في كل مرة نقشه من خلالها موضوع معين كنا حكينا في بداية الحصة انه موضوعنا اليوم يتزامن مع حدث تاريخي مهم حدث يعد محطة تاريخية عظيمة وكبيرة جدا لدى الشعب الجزائري من بين اهم المحطات اللي صنعها ابطال الجزائر اهل النضال والكفاح ثوار الجزائر من نساء شيوخ اطفال كهول ورجال اللي خلاو بصمتهم في التاريخ الجزائري المحطة التاريخية اللي راح نتحدث عليها اليوم بالذات في هذا العدد محطة من بين المحطات العظيمة اللي فعلا خلت بصمة اللي هي اللي رانا نعيش فيها الآن اليوم من حرية واستقلال من أمن وأمان نتحدث اليوم تزامنا مع مظاهرة 11 ديسمبر 2000 1960 ونحن اليوم في 2020 نتحدث عن هذه المظاهرات نتحدث عن انتفاضة الشعب في تاريخ الجزائر الماضي ونتحدث عن انتفاضة الشعب اليوم في 2020 وفي الألفية الثانية طبعا كل هذا سيشاركني في الحديث عن ضيفي الذي أتشرف به في الأستوديو مرة ثانية للحديث عن تاريخ الجزائر الدكتور نجيب دكاني مساء الخير دكتور أهلا ومرحبا بك صباح الخير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته <applause> اتشرف بهذا هذا اللقاء الذي يتجدد في محطه من محطات تاريخ الجزائر ونقصد بها مظاهرات 11 ديسمبر 1960 وشكرا على الاستضافة العفو أستاذ لا شكرا على واجب نحن ما نشكرك على تلبية الدعوة وعلى الحضور معنا في بلاطو الأنيس ديلي للحديث عن هذا الحدث العظيم للتذكير الدكتور نجيب دكاني أستاذ تاريخ الجزائر المعاصر. المعاصر تاريخ الحديث والمعاصر بجامعة خميس مليانة أستاذ تحدثنا في هذه نتحدث في هذا الموضوع عن قلت انا ما بايش لا تشدرني الراي ولا تخالفني فيه انه من هذا الحدث من بين الاحداث العظيمه اللي فعلا يستحق يعني نقول التقدير ويستحق ان نتحدث عليه عنه بكثره خاصه انه نشوف انه عنده بصمه كبيره في استقلال الجزائر من بين مساهمات المحطات التاريخيه اللي كان فعلا عندها تاثير قوي على فرنسا واللي ساهم في استقلال للجزائر شكرا نعم. نقطة هامة ننطلق منها هو حدث بحجم أول نوفمبر نعم. نقيموه نقيمه من حيث التأثير وإن كان بطريقة سلمية مه. لأن المظاهرات كانت سلمية, سلمية نعم. وكان بطلها الشعب وهنا يحضرني أن في هذا آخر سنة 2020 كان بحث اجتماع فرنسي و وصحفي استقصائي <applause> ماتيو ريغوست آه قام بانجاز فيلم وثائقي بعد سبع سنين من البحث حول هذه المظاهره تاع 11 ديسمبر 1960 ولخص هذا الحدث في عباره ديان بيان السياسي في الجزائر ديان بيان السياسي في الجزائر علاش هذا الربط مع ديان بينفو ديان, ديان هي معركه عسكريه وقعت في الهند الصينيه وهي التي حطمت اسطوره فرنسا التي لا تهزم عسكريا شعب الفيتنام شعب الفيتنام وهي معركه شعبيه وان كان بطلها ايضا في الميدان جبهه استقلال فيتنام بقياده جياب يعني منظرها الفكري هو هوشيمين هزمت اعتى الجيوش وهو الجيش الفرنسي اللي كان يصنف رابع جيش في العالم في معركه استمرت 57 يوم وانهت الوجود الفرنسي في الهند الصينيه كليا ما كانش فقط استقلال فيتنام وإنما استقلال لكل صينية <applause> فمظاهرات 11 ديسمبر في الجزائر راح تنهي تنهي أسطورة الاستعمار الفرنسي الذي <applause> لا يهزم في المغرب العربي عموما والجزائر خصوصا مع التذكير بان تونس والمغرب كانوا حصلوا على استقلالهم في 56 وللشعب هذه ثوره شعبيه هي كانت في الاصل منذ انطلاقها ثوره شعبيه وسبق وتكلمنا بان هناك فئه قليله كانت في الصف الاول في الامام وتكلمنا عليهم هذيك الفئه هذيك النخبه اللي سميتها في حصص من الحصص كمشت لان الحليم العسل هذه الفئه اللي فيها ابطال الشهداء ان اللي عددهم في 54 لم يتجاوز 700 الى 1000 ثم شكون اللي خذا المشعل الشعب الشعب نعم. ولازم نفهموا بلي مظاهرات 11 ديسمبر جات بعد ثلاث سنوات من معركه الجزائر اللي خلات فرنسا تعتقد بانه قضت على روح المقاومه لدى الشعب في المدن وتحديدا مدينه الجزائر العاصمه فياتي الرد من الشعب بصفه عفويه نقولوا عفويه ولكن يبقى دائما في الصفوف الاولى عناصر ولكنها هي جزء من هذيك الشعب وبذلك لا يمكن تفسير من قاد هذه أن الناس خرجت الاول يكفي يعني شرفا ان الذي بدا جرى نوره الحي تاعو والشارع واختلطت فيها كل فئات الشعب الجزائري هي تش يعني راح يجينا سؤال هو التشابه مع وقع في الحراك والنقطه الهامه فرانس فانون في كتابه المعذبون في الارض <applause> يتكلم على تحرر الانسان تحرر تحرر الجسد والعقل من ماذا من الخوف ما كاش حدا تقيد الانسان على ان لا يقوم باي شيء ضد الظلم وضد الاستبداد كما الخوف والخوف مرتبط بالاجهزه القمعيه للعدو نعم. حنا نعرفوا 130 سنه وخصوصا قضيه التعذيب اللي كان ممنهج حتى ان دوغول في 58 بعد ما جاء الجزائر في السنتين هذوك سنوات حرب الإبادة بين 58 و 60 كان كلف مدرسة جون دارك في سكيكدا تكوين نخ يعني هي مدرسة لتكوين ضباط فكل هذه المدرسة بتكوين دفعة متخصصة في التعذيب ديغول راح يعطي للتعذيب صفة القانونية سوف يقنن التعذيب ويعطيها رسالة لضباط الجيش الفرنسي مارسوا التعذيب وأنا سوف أحميكم لاحقا من المتابعات ونروح لك للفكرة هذه أن الاستعمار يعني متواصل في 1967 جنرال دوغول قبل سنة ما يخرج من السلطة يصدر قرار يمنع قرار يجوزه في البرلمان ويصبح يعني في الدستور الفرنسي يمنع من المتابعات القضائية كل من ارتكب أعمال إجرامية أو تعذيب قبل هذا التاريخ ويمنع بما فيها تقدم الأحداث فبهذا الاسلوب شفنا في 2003 بول أوسارس يطلع لنا في قناه تلفزيونيه وانا شخصيا شفتها في قناه تي وين يتبجج بان كتب كتاب على حرب الجزائر ويدافع عليه على مهمته القذره المتمثله في اعدام تعذيب واعدام كان مكلف كان برتبه مقدم كوموندون بعد ترقى الى جنرال كانت مهمته هو تنفيذ حكم الاعدام في الفدائيين او في من يتهمون بانهم يساندوا الثوره ومن بين اهم الشخصيات يتكلم على اكثر من 150 اعدام اشرف عليها شخصيا كان جلاد وتكلم على قضيه تعذيب واعدام العربي بن مهيدي وتنتقل اخت العربي بن مهيدي الى فرنسا لانها قال لك سيد سيد الادله الاعتراف سيد خرج في قناه وقال لهم انا اللي نفذت ولكن نبحث من عطالي لي الامر أن كنت ادافع عن الجمهوريه الفرنسيه واللي مضى على قرار الاعدام العربي بن هو فرانسوا ميتيرون فرانسوا ميتيرون اللي كان وزير العدل <متحك> واثنان لع... انطلاق ثورة كان وزير داخليه معناه كل الامور الامنيه كانت في يده <متحك> فقالوا ب... علاش ما تجبدوش هذه الصفحات وتكشفها وحنا نعرفوا قضيه الارشيف واخفاء هذه الحقائق وبالنسبه لفرنسا لازم فرنسا ميتيرون يبقى رمز لفرنسا القويه اللي كان لها مكانه في اوروبا باش نرجع لك القصة العربيه بن الاخت هذيك اللي راحت وين يسكن بول اوساريس قلت العربيه بن مهدي ولا شهاده اللي <متحك> سمعتها توجهت لقاضي في المحكمة الفرنسية في الدائرة الإدارية كما يقول قدمت عارضة بمتابعة هذا الشخص قالها مدام يعني تفهم ما تعانينا منه بصح القانون يمنعني من متابعة هذا الشخص لأن هناك قانون أقوى يمنع من يعني متابعة القضائية باش تفهمي بأن الاستعمار ليس فقط آني وإنما مرتبط حتى ب بعد ما تنتهي الفترة الاستعمارية بحماية من دافعوا عنه مهم. ونرجع لقضية المظاهرات تاع 11 ديسمبر القوة تاعها أنها لم تكن كما نقولوا حنايا منظمة بالمفهوم أنك تقدر تتحكم فيها مهم. النقطة الثانية جاءت في ظرف وين يعني سنتين من حرب الإبادة اللي لم تستطع فرنسا فيه القضاء على الطولة الجزائرية في الأرياف فانتفضت المدن كاين نقطة هامة جدا لازم نوضحها فكرة هذه كلمة ثورة شعبية مه. ثورة في البداية انطلقت في الأرياف في الأرياف انطلقت حتى هجومة 20 و 55 زيغوت يوسف ويرحم الشهداء كان له دور كبير في تحريك المدن من خلال هجومة 20 و 55 مه. ثم بعد ذلك جاء مؤتمر الصمم اللي اتخذ قرار ب يعني على خصوص ب توجيه بين العربي بن مهيدي وايضا قاده الثوره بان تنقل الثوره الى العاصمه لابد ان تتحرك العاصمه فجاءت معركه الجزائر ففرنسا ركزت على القضاء على الثوره في المدن وانها استعملت نخبه جيشها وهم المظليون وملاحظه هؤلاء المظليين المظليون انهزموا في ديان بينفو ومن كثره احساسهم بعقده النقص رفضوا ان يتوجهوا الى فرنسا بعد ما انتهت المعركه واطلق سراحهم بعد, بعد مؤتمر جنيف 20 جويلية 54 لانها الحرب باتفاقيه جنيف رفضوا يرجعوا لفرنسا لان ما كانوش مستعدين يقابلوا الراي العام الفرنسي اللي راح ينظر اليهم بانهم هزموا امام شعب اعزل كانوا يحتقرونه فجاء بهم الى الجزائر في جوان 54 جاء فيه وتحديدا الى ثاكنات في سيدي بن العباس واللي كان ينتظرهم انه ست شهور من بعد اندلعت الثوره الجزائريه فراح يصطدموا ولذلك درجة العنف والترهيب والتعذيب اللي استعملوه كان مضاعف مما استعمله في الفيتنام نعم وهذه النقطة اللي كنت نقول لك الشعب تخلص من عقدة هذا الخوف الذي مورس عليه خصوصا من خلال سياسة التعذيب والاختطاف القسري والإخفاء معركة الجزائر 5000 جزائري لم يوجد لهم أثر نعم. اختطفوا وعذبوا وقتلوا كيفاش تتصوري بأن منين جات الطاقة لهذا الشعب باش ينفجر في هذه المظاهرات وكما سوف نوضحه لاحقا المظاهرات 11 ديسمبر هي قمه المظاهرات لان بدات قبل من ذلك واستمرت بعد بذلك وليس فقط في الجزائر ولكن في كثير من المدن الجزائريه كما سوف نوضحه. بحديثك استاذ يعني عن المظاهرات انها انطلقت قبل يعني تاريخها المحدد ب 11 ديسمبر، لو نتحدث عن هذا التاريخ بالذات. 11 ديسمبر نتحدث عن تاريخ اختيار المظاهرات في 11 ديسمبر متى انطلقت يعني كان قلت ان انطلقت قبل التاريخ ما هي الاسباب التي دافعت الشعب الجزائري ان ينطلق في هذا التاريخ المحدد بالذات ومن هذه المناطق بالذات وفي العاصمه بالذات احنا قلنا بلي ما فيهاش تنظيم مظاهرة كانت أفوية. عفويه عفويه نعم. والبدايه في الحقيقه بدايه المظاهرات بدات في 9 ديسمبر في الغرب الجزائري تحديدا في عين تيموشنت وفي مدن تيليمسان <applause> بعد عشرة في عشرة في الجزائر العاصمة ثم قمة المظاهرة في 11 في 11 ديسمبر. هو اليوم اللي جاء فيه دوغول إلى الجزائر للدفاع على نظرية الحكم الذاتي والاستقلال الذاتي ومخاطبة الشعب وعدم الرجوع إلى جبهة تحرير ما بأننا يعني هي سنة 60 هي سنة بداية المفاوضات الجزائرية, الجزائريه الفرنسيه نعم. بدات في جوان في مولا خلينا من الاتصالات السريه تاع 56 ما نرجعوش اليها نبداو مظاهرات يعني, يعني المفاوضات اللي راح تقود الى الاستقلال والى آه 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 ايفيون اتفاقيه ايفيون هذه آه المظاهرات جات في 11 آه عفوا آه جات في جوان في ستين, ستين مظاهره نعم. اللقاء الاول جرى في مولا ما من, من, من عليه مولا وفرنسا هنا طرحت شروط تعجيزيه معروفه بعد ما أيوه. يجي لقاء لوسان ولقاء في جهة في جهة في جهة في سويسرا وفي فرنسا تطرح اتفاق تطرح يعني قضايا عراقيل وشروط غير قابله للتفاوض منها فكره الحكم الذاتي ديغول جاي دافع على فكره الحكم الذاتي نعم. بعد ما فشل الاستفتاء نتاعو تاع 16 سبتمبر 59 دار استفتاء في الجزائر وقال فيه بانني انا من لا اخاطب الارهابيين بين قوسين يقصد مم. بالارهابيين جبهه التحرير الوطني والثوره الجزائريه ومن جهه ثانيه ايضا قال لا اتفاوض مع المتشددين ويقصد بهم المستوطنين مستوطنين. قال انا سوف اتوجه للشعب الجزائري واطلب رايه قال واش رايك في حكم ذاتي وداروا استفتاء وكان فيها تزوير وقال لك 65% بنعم الجبهه كانت قد تعليمات بعدم المشاركه في هذا الاستفتاء عاود جا وقال باش يدافع على هذه الفكره تاع الحكم الذاتي وكان يسعى من ورائها الى ابقاء الجزائر كما حاولت فرنسا مع تونس ومع مم. المغرب قبل مم. ذلك ملح الحكم الذاتي ف ما موصل لهذه النقطه الا بعد ما تاكد من عجز فرنسا في القضاء على الثوره الجزائريه يعني قلت مم. لك باللي كل طاقات فرنسا العسكريه مم. الحلف الاطلسي الدعم الامريكي اللي وصل الى اقصاه من خلال السلاح والعتاد والعمليات العسكرية الكبرى معروفة بأسماء مثل الحزام الأحجار الكريمة وشملت من الولاية الأولى شمال قسنطينة حتى الجنوب الجزائري مرورا ب... عفوا من الأوراس شمال قسنطينة القبائل الوسط مه. الغرب الجزائري ثم ولاية الجنوب بين 59 و 60 سي دوغول كان أيضا قام بإنجاز على يد الجنرال شال موريس بإنشاء ش... خط شال شارل. لخنق الثورة وخط موريس دعمه وبدأت هذه العمليات الكبرى قلنا حرب إبادة كان يعتقد بان بهذه العمليات سوف يقضى على الثوره في الارياف انفجرت المدن فكان هناك نوعا مشغول شغل تداول على الاستعمار الفرنسي بين الريف والمدن وهذه النقطه اربكت الاستعمار وهذه اللي تاكد ما قولت العربي بن مهدي الثوره هي الشعب ارموها للشارع يحتضنها الشعب شعب. فقلنا باللي اللي خرجوا آه للشارع هي صوره للشعب الجزائري من اطفال نساء شيوخ وامتزجت فيه الاهازيج هو فرح يوم فرح عندما الانسان يتخلص من عقده الخوف <applause> <تعه> ويواجه المستبد <applause> هذه هي الحريه الكبرى بالنسبه اليه وهذه النقطه الاولى اللي قنعت دو احد اسباب رئيسيه اللي قنعت دوغول باش يسحب في المفاوضات الشروط التعجيزيه اللي كان دارها واللي هي قضيه فصل الصحراء اقتراح الحكم الذاتي مم. اللي كنت نهضر عليه الفرنسية. تقسيم الجزائر على اساس عرقي قالت ما نتفاوض مع كل فئه الاوراس وحدهم الشاويه والقبائل ومزاب وحدهم وان الجبهه لا تمثل شعب الجزائر هاد الشروط هذه دو راح يطلب من لوي جوكس وزير الخارجيه تاعو اللي كان يشرف على الوفد الفرنسي باش يتنازل عليها ويدخل في المفاوضات مع الحصول على امتيازات وهذه جات بفضل ماذا؟ مظاهرات 11 ديسمبر 60 دوغول اقتنع باليستحيل أن ينتصر في الجزائر <applause> وان بدايه انهيار الامبراطوريه الفرنسيه اللي بدات قبل التاريخ راح تكون في الجزائر ولذلك قلنا سحب هذه الشروط التعجيزيه ودخل في المفاوضات الفعليه اللي راح تبدا في ايفيون في الواحد 61 واللي تفتح فيها ملفات الحصول على امتيازات اقتصاديه وغيرها وابقاء العلاقه مع فرنسا تجاريه ولكن النقطه الهامه السياده والاستقلال التام ووحده شعب الجزائر وجبهه جاءت بفضل هذه المظاهرات حتى 11 ديسمبر 1960 وملاحظة المفاوضات استمرت بعد ذلك نعم بقات نقطة برك نوضحها كنت تكلمت عليها في حصة سابقة ونحب نذكر بها تفضل أستاذ دو جول ذكرتك في نهاية الحرب العالمية الثانية في 45 في حصة من الحصص عندما دخل إلى باريس مهم. كمنتصر ولكن اللي هم الجزائريون والأمريكيون, والأمريكيون. أيزنهاور قائد جيش الحلفاء اللي حيولي رئيس الولايات المتحدة كان قرر باش فرنسا توضع تحت تسيير الجيش الامريكي نعم. بسبب عدم الثقه فيها وبسبب تعاونها مع الالمان حكومه فيشي مه. بين سنوات وخمسة 45 مه. وفي هذا الاطار وتكلمت على الحادثه تاع مؤتمر يالطا عندما تلاقى الرئيس الامريكي فرانكلين روزفلت ووينستون وينستون وجوزيف ستالين, ستالين. تشرشل نعم. كان اقترح على روزفلت ان يستدعي دوغول باش يمثلوا ثقل ضد آه ضد الاتحاد آه السوفيتي وضد جوزيف ستالين <applause> رد عليهم ستالين قال لهم نستدعي دوغول قال له دوغول وفرنسا لازم تحاكم بخيانه عظمى لتعاونها مع الالمان في الفتره اللي كانت بقيه شعوب اوروبا وشعوب العالم تواجه النازيه هذا الحادث هذا <applause> ايزنهاور قالك فرنسا توضع تحت نفوذ فرنسا نفوذ <applause> <applause> امريكي ما اللي خلى ايزنهاور يغير الموقف التاع. مظاهرات شعبيه خرجت في باريس، شارك فيها مليون مواطن فرنسي. عندما رأى ايزنهاور فهم شعبيه دوغول لدى الشعب الفرنسي ووجود اعتبارات اخرى اننا في 45 وفكره تجدد الصراع مع الاتحاد السوفيتي والحرب البارده مهم. لبوادرها بدات فقال لك محتاج الى فرنسا. ونغمض عيني على فكره هذا التعاون في مواجهه الاتحاد السوفيتي بدل ان اخسرها من خلال الضغط عليها وبالتالي راح تكون لي مهم. نقطه ضعف في مواجهتي للمعسكر الشيوعي. مهم. الامور مترابطه مع ماذا دوغول اللي انقذه سكان باريس مهم. في ال45 وخلاو يولي زعيم فرنسا وقائد فرنسا. جاء للجزائر وشاف مظاهرة تقريبا ماشي بنفس الشكل ولا ولا في نفس الظروف نعم ولكنها تبقى مظاهرات شعبية. شعبية نعم. فحت... فتأكد باللي يستحيل أن ينتصر في الجزائر كان حاجة واحدة نعم. اللي يدخلها ينتصر أن يبيد هذا الشعب وهذه من المستحيلات نعم. قلنا برك باش نكملوا هذيك تاع المظاهرات نعم. يعني باش نكملوا هذه النقطة نعم. بدأت في عين تيموشين تلمسان نعم. ثم الجزائر عشرة, نعم. وخصوصا القمة 11 اللي صادفت مجيء دوغول إلى الجزائر العاصمة نعم. واستقبلوه الجزائريين بشعارات تحية الاستقلال نعم. تحية جبهة التحرير الوطني يسقط الاستعمار تسقط من... ومن بعد استمرت في باتنا في بشار وحتى في تيارت حتى تيارت حتى 6 جونفي 61 المظاهرات حتى فما كانش ما لازمش برك تبقى يعني محتصر على يعني العالم. الذاكره الجزائريه وشعبيه القمح الحسنيه في الجزائر للشعب الجزائري وان كانت يعني من المظاهره القويه اللي كان لها تاثير وغطتها وسائل مم. الاعلام والصحفيين تاع وكاله الانباء الدوليه اللي تكفل بهم الشعب كاين نقطه هامه في هذا المجال تاع المظاهرات كاين تكفل الشعب بالجرحى تكفل بتوفير الغذاء تشكلت على مستوى الاحياء شغل مطاعم دي كونتين ياكلوا فيها الناس توفير الغذاء العائلات لما كما مثل حدث في ما حدث في اضراب, إضراب. ثمان ايام نعم. تكفل بالفقراء بالمحتاجين ايصال الاكل تطوعت الناس انشئت يعني كم مصحات صغيره لمداواه الجرحى على مستوى الاحياء, الأحياء. نعم. فكانت هناك تنظيم رائع جدا ولكنه يبقى عفوي بمتطوعين نعم. عطول هذا الحدث تكفل بالصحفيين وإيصالهم الى اماكن الحدث باش ينقلوا الصوره الحقيقيه ليس فقط ما تقدمه والاعلام الاستعماري فهذا كل يدخل في هذه المظاهرات فهي يعني لازم لها دراسه اجتماعيه بسيكولوجية ماشي فقط دراسة تاريخية لفهم مظاهرات 11 ديسمبر 1960. نعم، أستاذ يعني بعد ما حك... بعد ما تحدثنا في هذا الموضوع وعلى هذه النقاط المهمة في مظاهرات 11 ديسمبر وصلنا أنه يعني مظاهرة 11 ديسمبر خلت شارل دوغول يقتنع بـ بي... قدرة يعني الشعب الجزائري لكن في الفترة اللي خلات دوغول يقتنع كان هناك رد فعل من من السلطات الفرنسية تجاه الشعب الجزائري خاصة في بعد المظاهرات 11 ديسمبر باش باش نتكلموا على رد الفعل تاع الاستعمار الاستعمار الفرنسي نعم نعاود دائما للتحقيق اللي قام به ليكوست <applause> اعطى من, من التحقيق تاعو ان السلطات الفرنسيه اعترفت <applause> بأنها قتلت 112 جزائري مع ملاحظه انهم كلهم مدنيون وليس بينهم مسلح لان <applause> يعني لازم نعرفوا بلي رد الفعل كيفاش كانت فرنسا تد يعني تستعمل دعايه لتغطيتها هي رد فعل مضاد على انتفاضه او على ثوره رد فعل عنيف على ارهاب مو ما ثوره على ارهاب لا كونتر ريفوليسيون كما تسمى 112 قتلت بياتي افران حسب التحقيق اللي داروا صحفي 260 قتيل ما بين 9 9 و16 ديسمبر 1960 <applause> طبيعه الحال شارك فيها الجيش شفنا افلام وثائقيه يعني جنود فرنسيين يطلقون النار على متظاهرين ومنهم انهم قتل أطفال ونتذكروا قصه وتيقي وتيقي عائشه في حي بالكور في العقيبه واللي كانت مظاهره كبيره جدا في عمرها 13 سنه عدد كبير من الاطفال سقطوا نساء سقطوا في هذه المظاهرات شيوخ سقطوا في هذه المظاهرات <applause> هذه في حد ذاتها جريمه في حق الانسانيه <applause> وشارك المستوطنون كي نروحوا المدن في عين تيموشنت وكذا كانت <applause> يعني عين تيموشنت كانت مدينه وين يعني منطقه وين مزروع فيها الكوروم <applause> كانوا فيها بزاف المستوطنين وكانوا مسلحين كيما وقع في مظاهرات 8 ماي 45 شارك المستوطنون لبينوار في هذه الجريمه وفي قتل عشرات الجزائريين احنا قلنا الرقم يبقى 260 ضحيه في هذه الفتره نعم <applause> مع اعتقال واعتقال وسجن الالاف على الاقل من يلقى عليه القبض يوجه الى السجون ويعذب رانا في حاله طوارئ وفي حاله حرب وما يتعرض له هؤلاء يعني يندى له الجابين فالاستعمار ما بقاش مكتوف الايدي في آه. حاول حاول ولكن المظاهرات بقات مستمرة. مستمره قلت لك النقطه النقطه المحوريه تخلص الانسان من عقده مم. الخوف يعني يحر... فعلا تحرر الانسان يولد الانفجار يعني لما انفجر تحرر الشعب الجزائري انفجر مم. بعد كما يقول لك بعد ما القطره قطره الاستبداد مم. وصلت أقصها الكاس مم. فاض فوقع الانفجار هو انفجار جماعي سيبقى يبقى قبل كل شيء انفجار فردي فردي يعني عندما يتحرر كل انسان منه تتشكل يبقى دائما الفضل في من يبدا الخطوه الاولى هذه دائما ودو ناس يعني كما يقول كميزه فيهم فيتبعهم الاخرون والنتيجه معروفه جميل بطبيعة الحال هذوك الاوائل دائما في اغلب الاحيان يموتوا دفاعا عن المبادئ ولكن من يجني ثمار في الاصل من المفروض الشعب كامل ولكن للاسف الشديد في كثير من الامور مجموعه انتهازيه هي التي تستغل هذه الفرصه نعم طبعا وتبقى هذه المظاهرات وما ميزها وما يعني ترك بصمه في العالم ولدى فرنسا وما جعل ادى بشارل دوغول الى الاقتناع بها سلميتها وتلاحم الشعب الجزائري والوحده وحده الشعب الجزائري هي اللي خلت يعني هذه المظاهرات تدوم وتتواصل الى مختلف عدة الوطن. ايام وهي عدة, عدة, أيام. عدة ايام تقريبا 20 يوم ولا 21 يوم كتر تقريبا, إذا تقريباً شهر اذا تكلمنا من 9 الى 6 جونفي تقريبا شهر كامل سحر. والناس تواجه حتى الدبابات شفنا صور وثائقيه لصحفيين آه وكاله اشوسيت باريس الامريكيه ولايف صور لشباب شباب جزائريين يتحداوا الدبابات ويتحداوا الجنود الفرنسيين اللي رافعين رشاشات وفي بعض الاحيان واحد ما داك الجنود تشوف يطلق النار هكذا بالرصاص الحي شفنا الناس يسقطوا مباشرة يعني افلام وثائقيه تبث تو 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 أو اول تبين صدمه مهم. وتبين اثر وتبين رد الفعل تاع الاستعمار نعم. تعالي. نعم. دلائل دليل و يعني دليل موثق نعم. على الجرائم التي ارتكبت في حق هذا الشعب وابنائه نعم استاذ نواصل الحديث يعني حول هذه المناسبه اليوم اللي جمعتنا اليوم واللي هي محطه تاريخيه لتتزامن مع 11 ديسمبر مظاهرات 11 ديسمبر ركز لي على المظاهرات الشعبية وبسلمية وكذلك الإطاحة هذه المظاهرات أدت إلى يعني إسقاط أو نقول إخفاق شارل دوغول في بعض ولا العديد من مخططاته نتحدث عن هذا بعد الفاصل ثم نواصل الحديث اذا مشاهدينا الافاضل نتوقف عند هذه الجزئيه وللحديث بقيه رفقه الدكتور نجيب دكاني فيما يتعلق بهذا الموضوع بعد الفاصل إذا مشاهدينا الأفاضل عدنا والعود أحمد في الجزئية الثانية من فقرة موضوع العدد من برنامجكم الأنيس ديلي نرحب بكم وبكل من التحق بنا في هذه الجزئية مواصلة في الحديث عن مظاهرة 11 ديسمبر وعن انتفاضة الشعب الجزائري التي صنعت التغيير في ثورة التحرير نتحدث في هذه الجزئية رفقة ضيف الدكتور نجيب دكاني عن انتفاضة الشعب الجزائري في الحراك الشعبي لصنع التغيير في سنة 2020 وما نتحدث كذلك في هذه الجزئيه عن اوجه الاختلاف والتشابه بين مظاهرات 11 ديسمبر والحراك الشعبي استاذ تحدثنا في الجزئيه الاولى عن مظاهرة 11 ديسمبر كيفاش بدات وما يعني حققته من ثمار نتحدث في هذه الجزئيه عن اوجه الاختلاف بين مظاهرة 11 ديسمبر والحراك الشعبي اللي هو حتى هو يعد من ثمار يعني ثمرة من ثمار ما نعيشه اليوم وما نبحث عنه من تغيير في الجزائر الجديدة <applause> فيما يخص هذه النقطة يعني شو الانسان كي شغل يرجع بان الاب يورث الجينات الجيل. تورث الجينات تورث هذا الشعب الشعب الجزائري هذا عبر التاريخ عبر التاريخ وراح تجينا فرصة فرص نتكلموا عليه حتى مع تجدد الدولة الجزائرية والهجمة الاسبانية في القرن السادس عشر الشعب الجزائري كان دائما يهب في مواجهة اي عدوان وحتى انه يعني ينجد الاخرين يساهم في انقاذ الاخرين هذا ما شفناه في يعني الانتفاضه المباركه الحراك تاع فيفري 2019 هو امتداد لمظاهره 11 ديسمبر 1900 ولكن مع جيل جيل الاستقلال ولكن شفنا ايضا جيل الثوره معاه شفنا الشيخ وشفنا المراه وشفنا الطفل هذا التواصل يربط ما بين الحدثين نعم. هو التخلص من الاستبداد والتخلص من الظن نعم. يعني وصلنا الى لحظه وين رئيس في حاله يرثى لها نعم. اقتصاد ينهب من عصابه والنهب في وضوح النهار نعم هاد الناس ما حافظوش على الامانه يعني كي نقارنوا كنت تكلمت لك قبيل هذوك المظاهرة تاع 11 ديسمبر وحتى الثوره تاع نوفمبر 54 نعم. كيفاش كيفاش فئه قليله هكذا تخلي شعب كامل يتبعها لان هي جزء من هذا الشعب مه. كانت تمشي تعيش مع الشعب تعيش بساطة الشعب تحتك بالشعب مه. كانت مؤمنه بالفكره تاعها وما كانتش يعني ما كانت تشعل الامتيازات النقطه الهامه جن الناس هذو باعوا الدنيا كان همهم الوحيد هو ان تتحرر الجزائر وتستقل الجزائر فوقع ذوبان وهذا الانصهار بين القياده والشعب كان الانتصار ربي انصر الحمد لله ولكن من وصلتهم الامانه وبعد ما ضحوا ملايين الجزائريين رقم مليون ونص هو رقم الثوره نعم ولكن عدد من ماتوا دفاعا الجزائر او بسبب الاستعمار الفرنسي من 1830 الى 1962 يقدر ب 10 ملايين 10 ملايين هي نصف الشعب الجزائري بعد الاستقلال صحيح فهذه التضحيات الجيل هذا بعد احنا عندنا شعب صابور ويتحمل ولكن توصل الى نقطه وين هذه العهده الخامسه فجرت الامر وخلات الناس يعني الناس كانوا ينظروا ينظروا لشخصيه بوتفليقه يبقى انه رمز من رموز الجزائر ولكن وصل الى فتره وين عاد من المستحيل ان يؤدي المهمه هذا لو سورسي اللي اعطي له انتهى مع في الحقيقه مع العهده الثالثه ولكن بفرض الامر الواقع والعهده الرابعه وانه اصبح على كرسي متحرك فما بقاش ما بقاش الانسان حتى يعني يتخوف من ردود الفعل لهؤلاء العصابه فكانت العفويه وكانت الخروج وشفنا اصبحت جمعه مباركه تدعو تدعو الى العوده الى المنابه لان وقعت وقع في هذه المظاهرات ايحاء لمظاهرات حجاج ديسمبر تشبيه كبير في هذا كان كان هي عباره عن حفله شعب في حفله ما يحملش الضغينه ولكن يريد التغيير يريد تحقيق العدل يريد ارجاع الامور الى نصابه يريد العوده الى مبادئ اول نوفمبر اللي هو انشاء دوله جزائريه مستقله ذات بعد اجتماعي في مبادئ دولة إسلامية في العالم العربي والإسلام هذا هو الأساس هذا هو الأساس فهذا يربط بين مظاهرة 11 ديسمبر والحراك المبارك اللي أوقف أوقف يعني انحراف رهيب للسلطة عن الواقع اللي وعن المبادئ وعن الأمانة التي تم إيصالها إليهم وهذا الشعب خرج باش يذكر هذا الناس بان هناك من يدافع على هذه المبادئ نعم. ولا يريد المقابل له شخصيا وانما نعم. يريد المقابل للبلد ولكل الشعب الجزائري نعم استاذ تحدثت في في كلامك الان عن انه يعني المظاهرات 11 ديسمبر حققت ساهمت في تحقيق الانتصار واستقلال الجزائر نعم والحراك الشعبي من ثماره الاطاحه بالعصابه نعم وتوقيف الاقل على الاقل توقيف النهب نهب المال العام نعم. يرانا نسمع ارقام خياليه نعم. ويوميا نشوف محاكمات ورؤوس تسقط مازال نعم. لان يعني هناك مازال هناك مجموعه في الخفاء وراء الظل وهذا الشعب راه لهم بالمرصاد الشعب لهم بالمرصاد نعم. ولكن ما يفرح اننا يوميا نسمع على سقوط واحد من هؤلاء الرؤوس وعن المبالغ التي حولت وعن الاموال التي نهبت نعم. في الوقت اللي هناك مجالات كثيره ينتظرها على الاقل الشباب نعم. من عمل تمدرس مراكز تكوين صحه تعليم وغيرها مهم. فالانسان له طموحات في الدنيا صحيح. هذه صحيح أكيد. اكيد اكيد ناس عندهم أكيد. كلش ويزيدوا ينهبوا المال العام المقابل الشعب كيفاش ينظر اليه؟ صحيح فتبقى رده الفعل والحمد لله يعني تفادينا الاصطدام هذاك اللي الدموي الحمد لله اللي وين الامور سارت بسلميه ولكن بعد الجائحه كورونا وتوقف كل الامور قلت. ندعو الله عز وجل ان يرفع لنا هذا البلاء وتعود الامور الى نصابها يعني ويسترجع الشعب هذا والبلد هذا عافيته وكل العالم العربي والاسلامي نعم استاذ بحديثك عن يعني عن كورونا التي عرقلت العديد من المشاريع ومخططات الدوله التي كانت تساهم في صنع التغيير بالجزائر الجديده اللي طالب بها الحراك الشعبي واللي بها الشعب الجزائري والامه الجزائريه في الداخل الخارج احنا <applause> ان النداء تاع الحراك يلقى اذان صاغية. صاغيه لان نعم. الشعب هذا لن يتراجع نعم. المؤكد عبر التاريخ ان مم. الشعب لن يتراجع نعم فعل الطرف الاخر اذا كانت نيته صادقه ان يثبت تلك النيه بافعال ملموسه نعم. يلمسها الشعب في واقعه اليومي نعم. هنا ترجع الثقه صحيح. اذا ما وصلناش الى هذا الحد فالثقه لن ترجع نعم. وهذا ما نتمناه لبلدنا إن شاء الله. ولأن نعمة السلم والأمن نعمة السلم لا تقاس بثمن نعم. وليس صحيح. لنا بلد آخر نعيش فيه نعم. صحيح. فما علينا إلا أن نحافظ عليه وعلى الجميع أن يجد نقطة لقاء وحوار وأن تحل المشاكل وأن يستجاب للمطالب سواء كانت مطالب لابد ان تاتي بطرق سلميه والاستجابه ايضا تكون بطرق سلميه مع ابراز حسن النية في تحقيق تلك الـ تلك الـ ذلك اللقاء اللي يفيد الجميع, الجميع ويفيد البلد والشعب بكامله. استاذ فقط في في هذه النقطة بالذات يعني آه قلت ان الشعب الجزائري من خلال الحراك الشعبي كان هدف كان هدفه معين هو التغيير وقلت ان نقطه مهمه اطرقت لها انه الهدف الوحيد هو الوصول للعيش في امان وفي سلام وهذا من اهم ما يطالب به الشعب الجزائري في الحراك الشعبي وقتاش وقتاش نقدر نقولوا اننا صح اليوم نعيش التغيير ونعيش الامان ونعيش في الجزائر الجديده اللي طالب بها الحراك الشعبي والشعب الجزائري شوفي في الدول المتحضره والمتقدمة عموما نعم. ناخذ عليهم لماذا ما ناخذش؟ أكيد. اليابان اليابان بنى حضاره تاعو بنى حضاره تاعو اعتمد على حضارته على تقاليده وعلى, تقاليد وعلى أكيد. في اللباس في, في العادات في التقاليد في الاحتفالات بالموسم في قضيه سلطه الامبراطور الاسميه ولكن خدام الغرب ايجابياته صحيح شو الامور الامور تتضح فعلا عندما عندما السلطه تحترم القوانين اللي وضعتها على اساس واحد. واعلى قانون هو الدستور عندما يتم الفصل بين السلطات السلطه التنفيذيه والسلطه التشريعيه والسلطه القضائيه مه. عندما يكون القضاء يتمتع بالاستقلاليه نعم. ويمكن ان يفتح تحقيقات مه. عندما تكون صحافة حره مه. وتكشف العيوب ليس من اجل النقد وانما لاجبار المسؤولين على القيام بمهامهم فهمت عندما مناطق الظل اللي كنا نشوفوها مناطق الظل في عجبتني بزاف عندما صحفي يظهر يظهر نقاط يعني نقائص تسير السلطات المحلية على المستوى البلدي ولا على المستوى الولائي ولا على المستوى م -م. أنا نقول لك وقعت في الحي تاعنا في الحي تاعنا تم إصلاح ممرات الراجلين مم. كي وصلوا الأمام، امام 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 العماره اللي تكون فيها توقفوا كان لازم ينتقل رئيس البلديه ونديروا احتجاج رئيس بلديه باش توصل لحدك الاعمال مم. يعني امر امر غريب جدا صحيح فمن المفروض ان هذه الامور تت يعني المشاكل تساهم مشاكل محلية أهلم. تحل على مستوى المنطقة المحلية ومشكلة على مستوى الولاية ومشكل مم. على المستوى المركزي مم. هكذا وصحافة حرة اسم السلطة الرابعة صحيح. لابد أن تمنح الوسائل كجزء مكمل للبناء ولا أنها تكشف العيوب من صحيح. أجل النقد الإشكال راهو مطروح لهنا لأنه لنطبق الديمقراطية بمفهومها الواسع للكلمة فصلت السلطات أولا برلمان شعبي فعلي منتخب من طرف الشعب نقدر نوصلوا أن ننتخب برلمان عندما تاخذي أي مدينة أو قرية وتقولي لهم أفضل إنسان عندكم يمدوه لكم صحيح ولكن حنا الناس تعودت ان في الانتخابات يخرج لهم شخص ثاني، منين تجي الثقه؟ يترك للكفاءات ان تكون في الـ في الـ في الـ لماذا لا يتم ادماج الكفاءات العلميه اللي راهي موجوده؟ كيفاش نلقاو علماء جزائريين يصنعون يصنعون المعجزات في الدول اجنبيه ويعني في الجزائر لا تستنجد بهم في جميع المجالات سواء كانت علميه او تكنولوجيه او غيرها او زراعيه او التنميه تحتاج كل هذه الطاقات <applause> فالناس هذو محتاجين الى من يراعي هما مستعدين يجوا ولكن وراه الاطار اللي نشطوا فيه صحيح. كل هذه باش تبنى تبنى الدوله <applause> باش تبنى بلد بمساهمه الجميع وكل في لكل في على مستوى منصبه فعلى الاقل يرجع هذاك الضمير المهني للناس وهذا يمكن الناس باش تنطلق ما نحتاج انا يراقبني انسان باش نادي العمل تاعي إلى يعني. متى وحنا نستناو نعسوا جا المسؤول باش نخدم ولا ما نخدمش نعيشوا بالغش وبالكذب وكذا. غياب ع... الضمير. غياب الضمير انا يعني يعني نعم. شفنا, شفنا 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 غير مرينا على فتره جفاف في شهر ديسمبر ما سقطتش الماء أو... أو... ولولا يعني رحمه الله سبحانه وتعالى وفئه قليله مذكوره في القرآن يعني فئه مذكوره لولا الاطفال الرضع والشيوخ الركع وال... 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 والحيوان الرتع لصببت عليكم الغضب صب حديث الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه وسلم لولا الاطفال الرضع والشيوخ الركع يعني الناس يعني. اللي مازال فيهم رابط مع الله والخوف من الله لا هذه الفئه الثلاثه اللي رانا ناكل عليهم اللقمه ونشربوا عليهم صحيح. الماء ولولا ذلك لقام لا سبحان الله وتعالى يعني غضب على هذه الامه وما وكورونا كورونا هي ابتلاء ابتلاء على خروج الناس من المسار تاع العيش بكرامه ويعني التعاون فيما بيناتها وتقديم الخدمات نعم. وفعل الخير الى متى وحنا غير أناني غير نفسي نفسي نفسي, نفسي. فهذه تخلق العداوه والعداوات تولد الانفتاح والناس يعني نتمنى الله سبحانه وتعالى وبعدين هذا التفكير وبعدين هذا الاسلوب يا, رب. يا رب ان شاء الله بعد العسر يسر ان شاء الله بارك الله فيك على حضورك معنا في هذه الفقره اكيد تاريخ الجزائر او اي محطه تاريخيه من محطات من محطات المسيره التاريخيه الجزائريه قد ما نعطوها وقت ما ما نفيهاش حقها اكيد وهذا وقت قصير بالنسبه للحديث على مظاهرات 11 ديسمبر قالوا بقطره قطره يكون الفيضان ان شاء الله لا تكون <تصفيق> <قلك> <تصفيق> تكون مساهمه بسيطه فقط لاعاده الاعتبار لمحطات هامه من محطات تاريخ مش الجزائر ونحن يعني مستعدين اننا يعني نساهم مستقبلا في ابراز محطات اخرى وهي كثيره جدا لان تاريخ الجزائر طويل جدا أكيد. بالبطولات اللي قام بها اجدادنا واسلافنا آه رحمهم الله ويرحم الله بدارك يرحم الله الشهداء, الشهداء وكل من يعني كان في خدمه هذا البلد, البلد نعم. بقلبه أبوه. وضميره والى لقاء قادم ان شاء الله ان شاء الله شكرا استاذ شكرا. على حضورك معنا بارك الله فيك على كل ما قدمته لنا من يعني معلومات فيما يتعلق بمظاهرات 11 حدث دينس والحراك الشعبي وكل ما يتعلق بالجزائر و و و نقدر, نقدر في الاخير نقول ابراز مكانه الشعب في صنع نعم، في الجزائر. تاريخ الجزائر كان يكون افضل مكانه الشعب في صنع التاريخ نعم آه. اذا كان هذا كما قال الدكتور نجيب دوكاني ابراز مكانه الشعب في صنع تاريخ الجزائر وما سيساهم فيه الجيل الجديد في الحفاظ على الجزائر وعلى تاريخ الجزائر فقالتنا ما متواصله نلتقي بعد الفاصل في السوشيال ميديا